إعمال اسم الفاعل يعمل اسم الفاعل عمل فعله المبني للمعلوم كما يلي: إذا كان فعله لازما رفع فاعلا فقط. المؤمن لاهج لسانه بذكر الله، وإذا كان فعله متعديا رفع الفاعل ونصب المفعول به أو المفعول. الدولة مانحة للمتفوقين جوائز. عمل اسم الفاعل عمل فعله في حالتين: إذا كان معرفا بأل، وإذا كان مجردا من أل فيعمل عمل فعله بشرط. إذا كان مجردا من أل فيعمل عمل فعله بشرط: الشرط الأول أن يكون للحال أو الاستقبال، الشرط الثاني أن يعتمد على نفي، مثل: ما متقن عمله إلا المخلط. استفهام: أمسافر أخوك؟ مبتدأ: الغني واهب ماله الفقير. الشرط الثاني أن يعتمد على موصوف: جاء ضيف راكب سيارة. حرف نداء: يا شاكرا ربه أبشر. أن يكون حالا: أتى العيد راسما البسمة على الوجوه.